بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا دلوقتي نجرب نشتغل على البايثون جوه الداينامو. البايثون لغة قوية جدا بتسهل علينا الشغل. خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز بايثون، ادينا 2 بايثون، بايثون سكريبت. طيب البايثون بكل بساطة هديله انبوت ويخرج منه اوتبوت. فخلينا نيجي هنا واقول له اديت، وهقول له على حاجة بسيطة جدا. ابسط حاجة ممكن نعملها ان احنا نكتب مثلا هلو ورلد. فاجي هنا اقول له خلي فيه متغير اسمه اكس مثلا، ده هيساوي المدخل اللي هيدخل هنا اللي هو اول واحد دوت اللي هو ان سلسلة. انا عايز اول رقم اللي هو بزيرو، هو بيبدأ يعد من زيرو. هقول له اف الاكس بتساوي 2 يساوي نون، وبعد كده نقطتين. لو الاكس بتساوي نون هتعمل ايه؟ هتخلي الاكس بتساوي ورلت. لو الاكس بلاش قيمة خليها بتساوي ورلت. طيب الاوت بتاعي بدل زيرو، لا انا عايز الاوت عبارة عن كلمة هلو زائد كلمة وورلد. تمام، او هناخد المتغير نديله المتغير اللي هو ان زيرو بالشكل دوت. تمام، الهلو دي كلمة ثابتة مهما حصل، هي كلمة ثابتة هنا متوقفة على المتغير اللي الراجل هيدخله. واقول له اكسبت شينج، واقول له هنا اديني سترينج، ودي هنخليها مثلا ايجيبت على سبيل المثال. وهقول له ده الانبوب بتاعي، وبعد كده هقول له واتش ورينا، والاوتبوت واقول له ران. بقى هلو ورلد. ممكن اجي هنا اديله مسافة قبل ايجيبت، اقول له ران، اخليها بقى ورلد. يبقى هلو ورلد. ده اول برنامج نكتبه على لغة البايثون. هي لغة قوية جدا، هتسهل علينا كتير. بدل ما تقعد تحط حاجات، لا هتلاقي شفرة لو انت متعود على لغة البرمجة بتاعت البايثون، هتسهل عليك كتير قوي. ان شاء الله هناخد كام مثال كده بحيث ان احنا نتعود عليها بإذن الله.